السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالتنبيه ونسني بالموطأ، لكني لن أطيل الليلة فسامحوني، فإني متعب جدا وأعتذر لو في أي تقصير مني فسامحوني. تفضل. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، رحمه الله تعالى، هذا احترام الأئمة واجب علينا، ومعرفة قدر أهل الدين واجب علينا، ونستغفر الله على التقصير. قال: وإن صلى وفي ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو الاستحاضة جازت صلاته، وإن كان على ثوبه أو على بدنه مما لا يدركه الطرف من غير الدماء فقد قيل يصح وقيل لا يصح، وقيل فيه قولان: وإن كان على قرحة دم يخاف من غسله صلى فيه وأعاد، وتكره الصلاة في الحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل، ولا تكره في مراح الغنم ولا تحل. هذه مسائل مهمة جدا، جزاك الله خير. في قول المصنف، احنا قلنا طبعا أنه من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المحل. السؤال قبل البدء في الشرح: ما الدلالة على ذلك؟ اتفق الفقهاء على ذلك، على أن شرط صحة الصلاة الطهارة، طهارة بدن، طهارة ثوب، طهارة محل. أريد من الفيس وحاول الفيس الإجابات، أريد ذلك. ماجد عندك ولا ما عندك؟ عندك الثلاثة. طيب، عندك ثلاثة تساعدني بذلك، المهم أن أنا أرى الإجابات رجاء أجيبه الإخوة الأبرار الأخيار في حوالي الفيس، نريد الإجابة، ما نسكت عنكم. قلنا لابد وجوبا أن تتعلموا، أحبهم جميعا في الله وأريد الإجابة، لابد الإجابة. قلنا أن من شرط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة طهارة بدن، طهارة ثوب، طهارة محل. أريد الدلالة على ذلك، ولذلك فروع عنها، هذا اسمه الفرع عن الأصل. قال: وإن صلى في ثوبه دم براغيث. طبعا هذا مرتب على أن اتفاق الأئمة الأربعة على أن الدم نجس، وفي ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو دم الاستحاضة، كل ما ذكر المصنف نجس. فقال: اليسير منه على الثوب في هذا الباب، قال جازت صلاته. فأنا سأشرح الآن، لأنه هذا فرع على طهارة الثوب، أردت منكم التأصيل العام حتى لا يضيع عنا وعن أذهاننا المسألة الأم التي نتكلم عنها، وهي صحة الصلاة مرهونة بتوفر أن تكون بتوفر الطهارة، طهارة ثوب، طهارة بدن، طهارة ثوب، طهارة محل. حديث حينما أوحى النبي خلع النعل، لأن فيه هذا ممتاز، ماشي، هذا طهارة إيش؟ ويقول أوحى جبريل، ويوضح بيت الإجابة. ماشي ماشي ماشي، مستدلال جيد. ثم وغيره يقول النية، لا أمر من يقول الثوب الثوب قول الله وثيابك الطاهر. ممتاز ممتاز. وغيره يقول سورة المدثر، يقول إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين وكذا. لا ده عموما أريد طهارة. نعم. بدني يقول بدني كتب بدني. سلفي جمع الإجابة بأسرها سريعا، يقول فثيابك وطاهر. طب ممتازين ممتازين، وهذا طبعا في المكسر ما شاء الله. طيب جيد، و ممتاز.
جزاك الله خير سلفي، الإجابة الصحيحة. عامة شرط من شرط من شروط صحة صلاة طهارة الثوب، وطهارة الثوب عليها أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا في قول الله تعالى وثيابك فطهر، والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة في حديث أسماء تسأله عن الصلاة في ثوب أصابه دم الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطي ثم اخرسي ثم انضحيه بالماء، ثم انضحيه بالماء. وأيضا من ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطفل لم يأكل الطعام فبال على حجره بأبي هو وأمي فأتبعه الماء، وهذه دلالة واضحة جدا على وجوب طهارة الثوب. هنا المصنف يقول وإن صلى في ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو دم الاستحاضة جازت صلاته، جازت صلاته يعني صحت صلاته، على أساس أن هذه قاعدة اليسير المعفو عنه، لأن ذلك يتعذر الاحتراز منه فجعل عفوا. وهذا الأصل فيه في قاعدة رفع الحرج، الأمر إذا ضاق اتسع، ولقاعدة المشقة تجلب التيسير. كل هذا يستند إلى قول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقول الله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه جل في علاه، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما، هذا على العام لا يسقط على هذه المسألة، لكن هو على التيسير العام في مقاصد الشريعة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. بعيدا عندنا أن الثوب إن كان عليه يسير من النجاسة فإنه يعفى عنه، وهذه قاعدة عامة حتى في البيوع. احنا قلنا الغرر كل عقد يحوي غررا فهو باطل إلا ما كان من اليسير من الغرر ويعفى عنه، كحشو الثوب يعني كأساسات البيت السمنة التي يبنى عليها البيت، كل ذلك لا يعلم، وهذا يعتبر فيه جهالة، لكن هذا غرر يسير. مفهوم الكلام غير مفهوم الحمد لله. يبقى إذن قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة، فمن باب التيسير على الناس، وأيضا من احترازا من أن المشقة على الإنسان تقع في مسألة اليسير من النجاسات تكون على الثوب بأن تبطل صلاته، سيكون الحرج كبير على المكلف، والشرع يأبى ذلك، ومقاصد الشريعة تأبى ذلك بل الشريعة حنيفية سمحة فيها ما فيها من التسهيل. هنا يقول وإن صلى وفي ثوبه، قف عندها، قلنا لابد أن تمحص النظر تمحيصا دقيقا في الكلام على المتون وعلى صاحب المتون. وإن صلى وفي ثوبه، ففي قوله وإن صلى في ثوبه ثوب قيد هنا، يبقى إذا هو قال كأنه قال يخرج من الثوب البدن ويخرج من الثوب المحل، ما دام قد قيد بالثوب يبقى إذا البدن لا يقال فيه مثل ما قيل في الثوب، وأيضا المحل لا يقال فيه مثل ما قيل في الثوب، لأنه قال وإن صلى وفي ثوبه دم البراغيث. لو في البدن يعفى عنه ولا ما يعفى عنه، الحق أننا لابد أن نقول في مفهوم كلام المصنف أنه لا يعفى عنه، وأن البدن ليس كالثوب في العفو. وهذا يعني يمكن توجيهه في هذا الباب على التفريق بين دم البراغيث وغيره. والمنقول أن البدن في ذلك كالثوب إذا صادفه ذلك ابتداء. حاصل ذلك أن ليس في المذهب مقالة موافقة لما فهمه كلام الشيخ من عدم العفو في البدن، وليس كذلك، فقد حكاه الجرجاني في التحرير وجها أي في الدم، وفرق بأن تكرر الغسل في الثوب يبليه فيعفى عنه بخلاف البدن. والحق أن نقول يعني وإن أقررنا بأن في المذهب هناك وجه
في الكلام على التفريق بين الثوب والبدن، لكن الصحيح في ذلك لا تفريق بين الثوب والبدن، الصحيح في ذلك لا تفريق بين الثوب والبدن. والدلالة على ذلك دلالات، نريد دلالة على ذلك، هل عندكم دلالة على ذلك؟ أن اليسير اليسير وإن كان في البدن فهو معفو عنه، كما أن اليسير في الثوب معفو عنه. والمعنى هنا كأننا نلتقط البدن المتن ونقول وإن صلى وفي بدنه دم براغيث أو في بدنه يسير النجاسة فيعفى عنه وجازت صلاته. هذا الصحيح، هذا صحيح. وإن أفهم قول الشيخ الإمام في التفريق بين الثوب والبدن هناك وجه عند الشافعية في هذا، وإن كان البعض يقول ما في وجه على ذلك، وصحيح أن في وجه يوافق هذا على التفريق بين الثوب والبدن، والصحيح أنه لا فرق بين الثوب والبدن. الآن قد نقول وإن صلى وفي بدنه دم براغيث أو في دمه اليسير من النجاسة جازت صلاته، يا هل ترى ما الدليل الذي يمكن نستدل به على ذلك؟ ما الدليل الذي يمكن أن نستدل به على ذلك؟ هذا هو السؤال. كان الصحابة ليس هذا سيكون على الكلام على الكثير ليس على اليسير. الصحيح أن نقول في ذلك. طيب أنا منتظر إجابة في الفيس، أتوا بإجابة؟ هل أتوا بإجابة في الفيس؟ أنا أقول القياس. القياس بس بدنا على الثوب يعني. معنى القياس مع الفرق. ممتاز. لكن إحنا عندنا الدليل. الدليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود ائتني بثلاث أحجار. فأتاه بحجرين وروثة. فأخذ الحجرين وألقى الروثة. وقال إنها ركس. والمعنى هنا أنه استخدم الحجر، والاستنجاء باتفاق يزيل العين ولا يعفي عن الأثر، يزيل العين ولا يزيل الأثر، يزيل العين ويبقى الأثر. فالاستجمار قد يبقي بعض الأثر في هذا الباب، وهذا يسير معفو عنه، وهذا يسير معفو عنه. يبقى إذن إن كان في الثوب نجاسة وكانت يسيرة فهو معفو عنه، وإن كان في البدن نجاسة فإن كانت يسيرة فهو معفو عنه. لكن هنا الكلام على أنه لو تعرق فانتشر في بدني هل يكون معفو عنه ولا، فيها وجهان. وصحيح كما قلنا أنه يعفى عنه. بل الإمام النووي في المهذب قال العفو عن اليسير والعفو عن الكبير، ورجح ذلك. وهذا الذي عليه الأدلة وعليه كلام التابعين، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحتين، ما زال المسلمون يصلون في جراحتين. يستفاد أيضا من كلام الشيخ في هذا الباب أن دم البق والقمل والبعود ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة لا يلتحق دم البراغيث وملحق به بلا شك، وكذا يعني أنيم الذباب وبول الخفاش، الأشياء اليسيرة في هذا الباب كلها يعفى عنها. إذن هو عدد لنا المصنف دم البراغيث، ودم البراغيث هل يلحق به دم البق والبعوض والزنبير ونحو ذلك ما ليس له نفس سائلة لا يلتحق دم البراغيث، لأنه أكد في ذلك وهي تلتحق به بلا شك. نعم، ونوى بين هذا. الثالث صنف أيضا قال وإن صلى في ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء، نعم، أو سلس البول أو دم الاستحاضة. وهنا هل يعني دم القروح السيالة التي يدوم مثلها ونزف الدماء وسيله طبعا كثيرا، هل هذا يلحق بدم الاستحاضة أم لا؟ في ذلك خلاف حكاه الرافعي عن رواية الإمام وغيره في أنه هل يلحق بدم البراغيث البثرات فيعفى عن القليل منه، وفي الكثير وجهان، أو يلحق بدم الاستحاضة فليعفى عنه مع القلة والكثرة وجها واحدا، والذي حكاه الإمام عن شيخه الثاني وهو ما أورده في الوسيط وفي لفظ النهاية قال سنذكره، وهو دال على خلاف ما أفهمه الرفعي. وفي ذلك أن بعض العلماء يرى بأن هذه الأصناف التي ذكرها المصنف دم البراغيث واليسير من سائل الدماء وسلس البول ودم الاستحاضة بأنها يعفى عنها أو عن يسيرها على القاعدة العامة لرفع الحرج. هناك فروع كثيرة تلحق بها لا نسير عليه. هات المتن الذي بعده. قال المصنف يعني هنا
هذه المسألة لابد أن نفهمها أنها تنزل أيضا تحت قاعدة يتمسك بها جدا الأحناف، وهي مسألة مما يعني العفو عما مما عمت به البلوى. قال المصنف: وإن صلى في ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو الاستحاضه جازت صلاته. لا لا لحظة، في هذا قال كل في ذلك على اليسير منه، صحيح؟ اقرأ المتن مرة ثانية. أو اليسير من سائر الدماء أو سلس. لا هات اقرأ المتن مرة ثانية. وإن صلى في ثوبه دم البراغيث. ماشي، دم البراغيث. أو اليسير من سائر الدماء. طبعا يسير من دم الدماء منطوق. طيب مفهومه الكثير من الدماء لا تجوز الصلاة به ولا تصح، ولكن كما قلت ما قاله الحسن البصري والأثر حاكم في هذا الباب أن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ويقال بأن ابن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا ثم قام فصلى، تلطخ ثوبه بدمه ثم قام فصلى، ولفت الانتباه إلى ذلك الإمام البخاري. فهنا في قوله ويسير الدماء كثيره عنده لا 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 تجوز الصلاة به، مع أن الآثار وما ثبت عن الصحابة الكرام بأن الصلاة تصح، هذا بغض الطرف عن هذا نجس أم طاهر، هنتكلم حتى لو كان نجسا كبيرا يقف عنه، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث اللئيم هذا الرافضي طعنه، فبات جرحه يسعب دما، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف وصلى أكمل الصلاة بدماؤه وجرحه يسعب دما. نعم، فهذه دلالة واضحة جدا حتى ولو كان كثيرا أنه يعفى عنه، هذا كما قلنا مال عليه النووي كما في المهذب. نعم. قال: أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول. قال: أو سلس البول. سلس البول هذا من الاستحاضة معطوف على اليسير من سائر الدماء، وقلنا وقد يكون معطوف على الباقي لأنه وإن كان معطوفا على أكبر على أقرب على أقرب مذكور، فيفهم من ذلك عدم العفو عما كثر من ذلك، كما يفهم قوله أو اليسير من سائر الدماء، لأن في قول اليسير الكثير لا يعفى عنه، فإن قلنا سلس البول ودم الاستحاضة معطوفان على اليسير من البول اليسير من الدماء، يبقى إذن نقول واليسير من دم الاستحاضة واليسير من سلس البول، يعني هذا المفهوم من كلام المصنف هنا عندما قال اقرأ المد. أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول. أو اليسير من سائر الدماء مفهوم منطوق، ومفهوم منطوق اليسير المفهوم الكثير، إذا لا يعفى عنه، لأنه لما قال جازت صلاته هذا وصف مقيد، لما قال جازت صلاته هذا وصف مقيد، فلما قيد الوصف باليسير والمعطوف عليه سلس البول والمعطوف عليه دم الاستحاضة، إذا هذا المعطوف يأخذ الحكم، فكأن المقتضي لفهم المفهوم من السياق المقتضي في الإضمار لوضع الحكم على سلس البول وعلى دم الاستحاضة يقال واليسير من دم الاستحاضة واليسير من سلس البول جازت صلاته. نعم. أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو الاستحاضة جازت صلاته، وإن كان على ثوبه أو على لا بس خلاص في هذا، يبقى إذا الحق يقول هنا هذا ما أفهمه كلام المصنف، ولكن الراجح في المذهب بأن العفو عن اليسير وعن الكثير، بل العفو شامل للقليل منه والكثير، وحينئذ يتعين أن يكون معطوفا على قول دم البراغيث، ولأن دم البراغيث ولو كثر كما قلنا بيعفى عنه، بيعفى عنه اليسير والكثير. طيب هنا أيضا دم الاستحاضة ولو كان كثيرا يعفى عنه، المرأة قالت أسج سجا، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بل أسج سجا لما نعت لها الكرسف، وهذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنها تستثفر يعني تتحفظ وتتوضع عند دخول الوقت وإيش وتصلي وتتوضع عند دخول الوقت وتصلي، هذه معناها وهذا ظاهر في هذا الباب، هذه معناها أنها تسج سجا وهي في الصلاة ويسيل دماء كثيرة ومع ذلك تصلي بها وهي حاملة لهذه الدماء، يبقى إذن المفهوم هنا في العطف على ما أفهمه كلام الشيخ ليس بوارد وليس براجح، بل يعفى عن اليسير والكثير من إيش؟
من سلس البول من الاستحاضة، وإلا ورب العزة يكون هذا من باب المشقة التي لا يمكن أن توافق روح الشريعة. بحال من الأحوال الرجل الآن عنده مرض، ومن مرضه أنه عنده سلس البول، فلو كنا من سلس البول هذا ما يعفى إلى اليسير عنه، فكيف تصح صلاته؟ لن تصح. تخيلوا معي عشان تفهموا أن هذه المسألة من الأهمية بمكان. الرجل عنده سلس بول، وهذا من أصحاب الأعذار، عنده سلس بول، الرجل عنده سلس بول، وتعلمون أن ممكن يبتلى أحد، اللهم عافينا وعاف المسلمين جميعا رب العالمين، ممكن يستمر معه استمرارا تاما، وهذا الاستمرار يتعبه. نحن نقول له يعني في المحل ضع قطنة أو لفه بلفافة من أجل فقط حتى يعني حتى ما يؤذي نفسه بانتشار ما يكون من سلس البول في الثوب أو في المحل الذي يصلي فيه. لكن لا بد أن نقول أنه كثير ما سيكون التساقط ولا يكون يسيرا، ولا يكون يسيرا. فإن قلنا له العفو عن اليسير فقط، فإن حدث أخرج، أخرج ونظف، وبعد ذلك ضع ضع يعني ضع قطنة أو لفافة ثم ادخل، فإن شعرت بأنه كثير أخرج. هذا الرجل ممكن ما يصلي. أرأيتم؟ هذه مخالفة لروح الشريعة. المستحاضة، قلت المرأة جاءت للنبي تصف وتقول إنما أسج سجة، إنما أسج سجة، وهو طبعا نعت لها الكرسي فقالت إنما أسج سجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استسفري وتوضأ لكل صلاة. فالدماء تسيل منها، هي مستحاضة لا تتوقف الدماء. طب ماذا يحدث لو قلنا لا يعفى إلا عن اليسير عندما الاستحاضة؟ إذن لن تجد المرأة تصلي، المرأة المبتلاة بهذا الباب الله يعني يعافى المسلمات من ذلك، فإنها لن تستطيع أن تصلي. المشقة والمشقة تجب تأثير، وهذا مخالف لروح الشريعة، بل العفو شامل للقليل والكثير. ولذلك نقول أن العطف هنا على دم البراغيث البعيد ليس القريب، لأنه على رأي لا يفرق بين القليل والكثير في دم البراغيث، ويدل عليه من كلامه أنه ذكر دم الاستحاضة، فلو كان المعفو عنه منه قدر ما يعفى عنه من سائر الدماء لم يكن لإفراده بالذكر معنى. وقال بعضهم كان الأحسن بشيخ أن يقول أو دم الاستحاضة أو سلس البول، لأن دم الاستحاضة في الأصل في العفو وسلس البول، هذا الصحيح، لأنه أصحاب الأعذار السلس الأصل فيه أنه مقاس على المستحاضة، الأصل فيه أنه مقاس على الاستحاضة ملحق به. قال في القديم القليل من دم البراغيث وما في معناه قدر الكف، حكاه الإمام وغيره. وقال في موضع البندنيجي القليل دون الكف والكثير قدر الكف، وكل ذلك لا دلالة عليه، كل هذه التحديدات لم ينزل الله بها من سلطان، غير موجودة في الشرع. وحكى الإمام أنه قال في القديم أيضا أن القليل قدر الدينار، ومشكلة نعرف ما له مستندا، يعني قدر الدينار ما أعرف له مستندا، وقدر الكف أين المستند؟ يعني الحمد لله على التأصيل الذي نبين به ونتكلم به. طب هو على قدر أن القليل قدر الدينار ما في مستند عليه، طب نريد المستند ليش؟ نريد المستند في الكف، أين هو؟ وش المستند على أن يكون الكثير أو القليل؟ مسألة حد الكف لا تجد على ذلك، كل التحديدات هذه ليس عليها ثم دليل. وحكى البندنيجي والروياني في تلخيصه أنه قال في الأم القليل هو اليسير كدم البراغيث، لأن الناس لا يتعرفونه ويتجاوزونه، وأما اللمعة وهو ما دون الدينار والدرهم فلا يعفى عنه. قال وهذا هو المذهب. طبعا يعني قد يستشهد لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة في قدر الدرهم من الدينار، بقدر الدرهم من الدماء أو من الدم، وهذا حديث لم يصح. يعني هذا حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي أيضا في الكامل ليبين الضعف في ذلك، والعقيل في الضعفاء من حديث أبي هريرة. وفي روح بن لطيف تفرد به عن الزهري وقال ابن عدي وغيره وهو ضعيف. شوف ابن المبارك يقول رأيت روح بن لطيف صاحب الدم قدر الدرهم، جلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. وقال الذهبي أخاف أن يكون هذا موضوعا. والبخاري قال هذا حديث باطل لم يصح، فما في التحديد من دلالة تثبت في هذا الباب بحال من الأحوال. بل قل اليسير من دم الاستحاضة، قل اليسير من سلس البول يعفى عنه، ثم قل
بملء فيك، والكثير من دم الاستحاضة والكثير من سلس البول يعفى عنه. والحق أن نقول حتى الدماء اليسيرة، الدماء سائر الدماء، هو قال يسير من سائر الدماء، يقال فيها ما يقال في دم الاستحاضة وسلس البول حتى لو كان كثير، لأن الأثر عن الصحابة جميعا هذا، ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وقلنا أن مسعود ذبح جزورا وتلطخ بالدماء وصلى. وورد أيضا عمر الخطاب، وهذا أوضح ما يقال، ما يقال يعني بالله أين اليسير لما يكون هذا الخبيث طعنه بخنجر برأسين، كيف تكون الدماء وكيف تسير الدماء؟ هذا السؤال المطروح، كيف تسير الدماء؟ كيف يقال بأن هذا يسير؟ كيف يقال هذا يسير؟ أمر يصعب جدا. حياكم الله دكتور، سيدنا دكتور بدران، أسأل الله أن يرفع مقامك وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. الحمد لله هللت علينا في هذا، حياكم الله دكتور. فكيف يكون يسيرا الأمر في مشقة وفي صعوبة؟ لا تصح، ولا صح أن يقال المسألة، لا صح أن يقال بأن المسألة على اليسير، بل اليسير والكثير كما قلنا بأنه يعفى عنه. قال وقال رحمه الله وإن كان، نعم، قال رحمه الله تعالى وإن كان على ثوبه أو على بدنه مما لا يدركه الطرف من غير الدماء. كيف 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 مما لا يدركه الطرف؟ قل وإن كان، وإن كان على ثوبه أو على بدنه مما لا يدركه الطرف من غير الدماء فقد قيل لا. وإن كان على ثوبه أو بدنه ليس لا يدركها الطرف، وإن كان، وإن كان على ثوبه أو على بدنه مما لا يدركه الطرف من نجاسة غير الدماء فقد قيل يصح وقيل لا يصح، وقيل فيه قولان، وإن كان على على قرحه، وإن كان على قرحه دم يخاف، أو على قرحة، نعم، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى فيه وأعاد، وتكره الصلاة في الحمام. بس نقف عند هذه. قال وإن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة، هنا الآن هو يعني كأنه قارن بين دمه وبين البدن وبين الثوب. قال وإن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يدركها الطرف، يعني يسيرة جدا من غير الدماء، يعني ليس الدماء. إذن في قول من غير الدماء كأنه لم يجعل ما غير الدماء تساوي الدماء في الحكم. من غير الدماء فقد قيل، فقد قيل، وهذا التضعيف، فقد قيل صح على الثوب أو على البدن نجاسة ولا يدرك الطرف، يسيره الآن على الثوب أو البدن. فقال علماؤنا هنا فقد قيل صح، ووجه صحة الصلاة في ذلك أنها من النجاسة التي يشق الاحتراز عنها، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، فعفى الشرع عنها أو فعفى الشارع عنها كغبار السجين وغيره. وهذا حكاه القاضي حسين في القضي عن القديم، وقال إنه الأصح، والحق أنه الأصح. وكما قلت الأصل العام، روح الشريعة، مقاصد الشريعة تحكم في هذا الباب، والمشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الإمام إن الأصحاب استدلوا له بأن السلف كانوا لا يحترزون من عود الذباب، من عود الذباب الواقع، أو من عود الذباب الواقع على النجاسة وقت قضاء الحاجة إلى ثيابه، لا يحترزون من عود الذباب الواقع على النجاسة وقت قضاء الحاجة إلى ثيابه. معناه على النجاسة، فإن هذه نجاسة يسيرة جدا لا يدرك الطرف، فالعفو عنها من أصل الشريعة، من مقاصد الشريعة، من روح الشريعة. وقيل لا يصح، يبقى قيل لا يصح هذا الأول، وقيل لا يصح. قال القاضي حسين كما لا تصح صلاته إذا أصاب ذلك بدنه، وهو على التأصيل العام عنده في التفريق بين البدن وبين الثوب، وليس بينهما فارق. نعم. قال وهو الأظهر، وما نقل الأولين فلا دلالة فيه، لأن أرجل الذباب تجف في الهواء
عجيب جدا تمحيص النظر في ذلك، بين ارتفاعه على النلاسة ووقوعه على الثوب، وأي ذلك أنه لا يظهر لذلك أثر على الثوب، وإن كثر والقليل إذا توالى وكثر ظهر أثره على الثوب. الأول أوضح وأدق. وقيل صح، قيل لا صح، وقيل فيها قولا فيه قولان، وهذا الأصح فيها قولان، ووجههما هو ما قلنا من الأول المشاق تجب التيسير، والثاني هو التفريق بين المدن والثوب، والصحيح الأول. وإذا جمعنا بينهما بين القولين هنا حصل في المسألة طرق، من الطرق أن يعفى عن ذلك فيهما، هو المختار في المرشد. يعني الطرق هنا الآن يقال يعفى عن غير الدماء، يعفى عن عما وقع في البدن أو الثوب، يعفى عنهما، والثاني لا يعفى عنه فيهما، بل لا تصح الصلاة إن ولدت النجاسة، وإن كانت لا، وإن كان لا يمكن رؤيتها بالطرف، وقعت النجاسة وتأكد أن وقعت النجاسة على الثوب أو على البدن تبطل الصلاة، ما تجوز. وهذا ما قاله البدنيجي، قال إنه المذهب الثالث في العفو عنه فيهما قولان، والرابع يعفى عنه في الثوب دون الماء، لأن الثوب أحسن حالا من الماء، فإنه يعفى عن دم البراغيث ونحو فيه، لا كذلك في الماء. القول هنا بأن هذه النجاسة التي لا يدركها الطرف لو وقعت في الماء يعفى عنها أو لا يعفى عنها، على الوجوه التي بيناها والقول التي بيناها، والصحيح أنه يعفى عنه، لا يعفى عنه، وأن النجاسة وإن لم يدركها الطرف وقعت في ماء قليل دون القلتين نجسته، وهذا التصحيح في المذهب في هذا الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم نوم فلا يغسل يده فلا يضع عضو في الماء حتى يغسلهما ثلاثا. نعم. والخامس يعفى عنه في الماء دون الثوب، لأن الماء قوة دفع للنجاسة، الماء يطهر بالمكاثرة. وهذه الخمسة حكاها البدنيجي في كتاب الطهارة. وقلنا بأن الأصح في هذا الباب، دعك من الماء الآن، النجاسة اليسيرة التي لا تدرك بالطرف يعفى عنها في الثوب ويعفى عنها في البدن، وإن وجد الخلاف. والمعنى جهزت صلاته. قال وإن قال وإن كان على ثوبه أو على بدنه مما لا يدرك الطرف من غير الدماء فقد قيل يصح وقيل لا يصح وقيل فيه قولان. نعم. وإن كان على قرحتين أو قرحي. نعم. وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى فيه وأعاد، وتكره الصلاة في الحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل، ولا تكره في مراح الغنم. ممتاز، جزاكم الله خير. قال وإن كان على قرحي أو قرحة دم يخاف من غسله فقال صلى فيه. هذا على ما يبيح التيمم، هو يعني قال يعفى عنه، صلى فيه يعني جازت صلاته مع وجود الدم حول القرحة، الدم حول القرحة ما غسله ما استعان يغسله. نتصور هذا، تصور هذه المسألة، الدماء على القرحة وهو يريد أن يغسل هذه الدماء، ما يستطيع، الماء لو اقترب من القرحة تحرقها، فما استطيع تحمل هذا الألم وهذا الضرر. قال صلى فيه، وهذا لقوله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولأن حديث الشجة مشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنهم أفتوا الرجل أن يغتسل قالوا ما بد، الماء موجود، وقد قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فليس لك التيمم، فاغتسل فمات. قال قتلهم الله، هل سألوا حين جهلوا؟ قال صلى فيه وأعاد، يعني إذا كان غسله وجوبا وصلى فيه هكذا تيسيرا يعيد. طب لما يعيد؟ ما هو صلى وصلى فيه وأتى بما يستطيع. قالوا هذا عذر نادر، وكل عذر نادر لا 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 لا, لا يستجلب له التيسير، هذا عذر نادر، كالذي صلب مثلا، كالذي لا يجد لا ماء ولا 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 تراب، يعني فقط الطهورين. قالوا هذا عذر نادر فعليه الإعادة، عذر نادر فعليه الإعادة. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه أتى الله ما استطاع، أنه أتى الله ما استطاع، يعني أتى عباد لا ما استطاع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وفي القديم قال لا يعود. في المعتمد طبعا هو أنه يعيد لأن هذا عذر نادر. وفي القديم لا يعيد لأن الناس عذر في تركيا عذر في تركيا فلم تجب عليه الإعادة بسببها كدم الاستحاضة وهذا الصحيح وأنه يعفى عنه وأن الصلاة تجوز بذلك. طب يبقى لنا الكلام على الحمام وقراءة الطريق وعطان الإبل. نأخذ ذكر الصلاة في الحمام الليلة وإن شاء الله نكمل في الدروس القادمة. وذكر وقال وتكره الصلاة في الحمام وهذا أصله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة وقراعة الطريق وبطن الوادي والحمام وظهر الكعبة وأعطان الإبل. والترمذي أخرج هذا الحديث وفي بعض رجاله مقال حديث فيه ضعف لكن استأنس به في هذا الباب. واختلف العلماء لما تكره الصلاة في الحمام ولابد أن تفهم أن الكراهة هنا كراهة أصولية. ما معنى كراهة أصولية؟ ما تعرف؟ الكراهة الأصولية هي نعم التي لا يعاقب فاعلها ولا يثاب ويثاب تاركه. واختلف العلماء لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت الكراهة في الصلاة في الحمام. قيل للنجاسة فإن الحمام محل النجاسات وهذا نص عليه في الأم كما قال ابن دريجي والروياني. فعلى هذا لو صلى في المسلخ لا يكره وقضيته أنه يقال لو غسل موضعا منها وصلى فيه لا يكره. نعم ليش؟ لأن العلة هنا الدماء العلة هنا النجاسة. وقيل إنها كون الحمام مأوى شياطين ومحل كشف العورات. قيل أن الحمام مأوى شياطين هذه العلة الثانية مأوى الشياطين وهي محل كشف العورات فعلى هذا يكره في المسلخ. وفي الحال أن الأصحاب اختلفوا في معنى النهي عن الصلاة في الحمام والمجزرة فمنهم من قال خوف النجاسة فعلى هذا تكون الصلاة فيهما كالصلاة في المقبرة إن تيقن النجاسة لم تصح وإن تيقن الطهارة صحت صلاته مع الكراهة. لأن ليش الكراهة هنا؟ كما يقولون إن صلى في الحمام وتيقن النجاسة بطلت صلاته وإن تيقن الطهارة صلى في الحمام وهو على الكراهة. ليه مع الكراهة؟ حوالي الفيس ليه مع الكراهة؟ ما هو الآن ما دمنا قلنا بأن العلة في ذلك هي النجاسة وتيقن الطهارة فتنتهي المسألة وينتفي الحكم بانتفاء العلة. لما يقال على الكراهة؟ لما يقال جازت الصلاة على الكراهة؟ لما؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. ممتاز نقف عن النص لكن فيه نعم هو الحق أنها لأنها وسيلة لما يقول يكره فالكراهة هنا لمسألة الوسائل فهي وسيلة إلى وجود النجاسات وسيلة كشف العورات. نعم وإن شك يعني إن شك هل يعني هو المحل في نجاسة أم طهارة إن شك فمنهم من قال إن العلة في الحمام أنه ماء الشياطين وفي المجزرة خوف نفور الذبائح فعلى هذا تكره مع تحقق الطهارة ومع الجهل بها وتكره في المسلخ. قاله الرومياني قال وقراءة الطريق هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. لكن ألفت الانتباه إلى أن الكلام على أن الصلاة في الحمام وإن كان اعتمدنا النهي عن ذلك بأن الحديث ضعيف ولأننا يعارض حديث الحمامات يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا والحديث ضعيف. لكن عند التنزل أنه صحيح فإننا نقول أن النهي بذلك يقع على الكراهة إن تيقنا الطهارة إن قلنا العلة النجاسة يبقى إذا تيقنا الطهارة فالصلاة صحيحة مع الكراهة وإن تيقنا النجاسة فالصلاة باطلة. وقيل العلة أنها مأوى للشياطين وفيها كشف العورات وهذه يمكن الأدق والأصح بأنها في ملتقى لكشف العورات وهي أيضا مأوى للشياطين. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام. والحديث بقية إن شاء الله وتفصيل في الدرس القادم. نسأل الله أن يسر لنا ولكم وأن ينفعنا وينفعكم بذلك. والله
الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.